محاولة وتسديدة ولكن مرت من أمامه وتيايا يوبا أوبا 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 جماهير تلوح أي نعم بل بقلوبها شوف وين فريك بوني سقط في اللقطة الماضية ولكن لم يسقط يايا توري ورد بتسديدة في اللقطة الماضية ليست للصد ياكي ديابا بالإعادة ما شفناها بالإعادة تسديدة ومرت وين في سقف المرمى ويايا في سقف المتعة كما هي العادة يدون أولى الأهداف وينفض شباك كيديابا بهدف أول 1-0 هذري الحكم إنيانت اليوم واليوم نحن على موعد مع متعة بكل تأكيد نظرة وبعد ذلك لقاء فابتسامة وفرحة لمنتخب الكونغو كما كانت لمنتخب ساحل العاج حاول معها سيلفيانك بوهو ولكن صعبة عليك راجل ما شاء الله مو بكاني شوف التمريرة جارفينيو كان وين وجمن وين ولعبة سر العين وهدف بتمريرة بدأت 1-2 عن طريق كارديل إلى بوني والثالثة وين في المرمى مباشرة يضعها جارفينيو صعب عليك يا كيد يابا إذن عاد المد الهجومي لمنتخب كوت ديفوار وثاني الأهداف وعادت المتعة مجددا يا جارفينيو الذي الكرة العرضية بالمسطرة والقلم والرأسية بعد ذلك عن طريق سيرجيو أوريه هدف يتكلم بلغة الدفاع يتكلم بلغة الدفاع العرضية لعبها الظهير سيرجيو أوريه وفزع له بعد ذلك سيرجي الآخر كانون ويدونها في المرمى ويرفض أن تمر الكرة الماضية إلا وترسم الفرحة على أوريه وعلى سيرجي كانون إذن السيرجيان يدون ثاني الأهداف لعبة إلا تدخل المرمى